واليوم نجتمع مع محقق كما سمعنا من محققين سابقين، وسنستمع إلى تجربة كما استمعنا إلى تجارب سابقة. فقد تحدث شيخ عظيمة محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله في لقاء مثل هذا اللقاء عن تجربته في تحقيق التراث، وتحدث عن تحقيقه بالمقتضى، ثم تحدث رحمه الله عن تجربته مع كتاب سيبويه. وها أنا اليوم أقدم لكم أيضا محاضرة أخرى جديدة في تحقيق التراث مع عالم من أعلام التراث طاف آفاقه وحلق في أرجائه وشرق وغرب. شرق مع المشرقيين وغرب مع الأندلسيين، وتجلى مع ابن حزم فعاون المحلى، وتحدى ابن حزم ووقف معه موقفا صلبا سيخرج في 20 مجلدا. ثم لكم بعد ذلك أن تحاكموا عالمين، ابن حزم وبدون ألقاب عشار بشار عواد معروف. الأستاذ بشار عواد معروف ليس بحاجة إلى تقديمه، وليس بحاجة إلى تعريف، ولكننا بحاجة ماسة إلى أن نستمع منه وأن نستمع إليه. تجربة فرة وتاريخ ممتد. كرمته جائزة الملك فيصل العالمية وحق له التكريم، وأن تفخر الجائزة بأن تكرم أعلاما يشهد الناس له والتاريخ والجهد بأعمالهم المباركة. أدعو الله من عمق قلبي للأستاذ الدكتور بشار عواد المعروف أن يوفق في لقائه ليلخص لكم أفضل وأجمل تجربه، وأن يوفقكم على شيء من وأدائها وكأدائها. ثم بعد ذلك سيعلق الأمير الدكتور تركي بن فهد إلى سعود عالم المحاضرة. فالدكتور بشار وقع بين تركيين، ولكنهما ليسا تركيين أجنبيين وإنما عربيين، وإنما هما عربيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته دور الميامين أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول لصديقي العزيز الأستاذ الدكتور يحيى بن جنير حفظه الله تعالى على هذه الدعوة المباركة، وللأخوة المشاركين في هذا اللقاء. إنه يوم جميل من أيام عمري أن ألتقي بهذه النخبة العزيزة على قلبي، ويجلس إلى جنبي من أعز صديقين في حياتي. والكلام على تجربتي في تحقيق التراث كلام يطول، ولكن أبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وأذكر أن أول ما بدأت به هو حبي لهذا التراث. من الغريب أنني حين دخلت كلية الآداب في جامعة بغداد سنة 1960، في السنة الثانية كنت قد عينت كاتبا في المكتبة المركزية لجامعة بغداد براتب قدره 18 دينار وغلاء معيشة 11 دينار، وكان راتبي 29 دينارا. لكن حقيقة أنني استفدت من هذه المكتبة على قيد الأيام التي كنت فيها إلى أن تخرجت في كلية الآداب سنة 1964 فائدة عظيمة. في أثناء ذلك وقبل أن أنهي البكالوريوس كان أستاذي الدكتور صالح أحمد العلي رحمة الله عليه قد نقلني إلى معهد الدراسات الإسلامية العليا، وكان في ذلك الوقت قد عملوا في جامعة بغداد ما يسمى بدائرة التاريخ والآثار، فدخلنا يومئذ في هذه الدائرة بعد أن انهينا الماجستير. وكنت أنا في ذلك الوقت حين انهينا البكالوريوس كنت في ذلك الوقت مسؤولا عن المكتبة، كنت مسؤولا عن مكتبة الدراسات العليا، معهد الدراسات الإسلامية العليا.
فاستفدت حقيقة استفادة كبيرة. ذلك الوقت كنا نحن زملاء، دخلنا في قسم التاريخ أنا وزميلي الدكتور أكرم ضياء العمري، وأنا أسن منه بسنتين، وزميلنا الآخر هو الدكتور عماد الدين خليل. سبحان الله الثلاثة لم نشتغل كثيرا حقيقة في التاريخ، وإنما تحولنا إلى آفاق أخرى، حتى توجه الدكتور أكرم إلى دراسة السنة النبوية وإلى دراسة حقيقة السيرة النبوية بشكل خاص، وإن كنا في ذلك. وأنا توجهت إلى العناية بتاريخ التراجم، وتوجه الدكتور عماد الدين خليل إلى الفكر الإسلامي العام، وكتبه معروفة ومشهورة ومذكورة. ذلك الوقت وأنا في طالب في قسم الماجستير، كنت أول كتاب نشرته في التحقيق هو كتاب الوفيات لعبد الرحيم الحاجي الأصبهاني، وتكريما من أستاذي رحمة الله عليه الأستاذ الدكتور أحمد نادر قيسي، هذا أستاذ الفارسية كان في كلية الآداب في جامعة بغداد، وفيما بعد صار عميدا لكلية الشريعة، وهو مترجم كتاب منطقة طير من الفارسية إلى العربية معروف للعطار فريد الدين العطار، ونشر الكتاب كتاب الوفيات في مجلة كلية الآداب في العدد الثامن، ووضع اسمه وهو أستاذ يومئذ كل بروفيسور في ذلك الوقت أستاذ الدكتور أحمد ناجي القيسي، وبشار عواد معه في جنبه، وأنا كنت طالبا في الماجستير سنة 1966، لم أكن نلت الشهادة لأنني نلت الشهادة سنة 1967. في ذلك الوقت كنت أنا قد اخترت كتاب التكملة لوفيات النقلة للحافظ عبد العظيم المنذري، تحقيق ودراسة لتكون رسالتي للماجستير. ومن أجل أن يعني أن أحقق تحقيقا جيدا لهذا الكتاب، سافرت إلى كثير من البلدان حقيقة، وكنت طلبت في ذلك الوقت أن يكون المشرف علي هو أستاذي علامة العراق الأستاذ الدكتور مصطفى جواد رحمة الله عليه، ومن هو يعني في، فلم يوافق الدائرة، قالوا هذا اختصاصه لغة عربية وأنت في قسم التاريخ، وهذا كان من أعجب الأمور. وعينوا لي أستاذا رجل فاضل حقيقة هو أستاذ الدكتور جعفر قصبان، لكن حقيقة لا علم له بقضية التحقيق، رجل رسالته في الدكتوراه النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط إبان الحرب العالمية الثانية، بس كان رجلا منهجيا. مع ذلك أنا قبلت بالمسألة، وكنت أراجع أستاذي الدكتور مصطفى جواد، هو الذي علمني هذا الفن فن التحقيق، وسرت على منهجه ولا سيما في تحقيق كتب التراجم. سافرت في ذلك الوقت لأجل هذا الكتاب إلى كل من مصر وبلاد الشام وإلى باريس، بقيت فيها 3 أشهر، وإلى إنجلترا وإلى ألمانيا وإلى هولندا وإلى تركيا طبعا، وما تركت هذه البلدان إلا بعد أن استفدت، بحيث صارت المصادر التي استعملتها في تحقيق هذا الكتاب منها 167 مخطوط في ذلك الوقت. وكانت رسالة غريبة لم تعهد في رسائل الماجستير، الرسالة عدد صفحاتها 3500 صفحة، منها 500 صفحة دراسة اسمها المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلة، والباقي النص المحقق، وإلى الآن طبع في طبعة أولى في 8 مجلدات، وطبعة ثانية مضغوطة كبيرة في مؤسسة الرسالة في 4 مجلدات، وهي طبعة معروفة مشهورة طبعت حتى الآن. هذا هو الذي حقيقة علمني هذا الكتاب، به تعلمت التحقيق، وسرت على نهج أستاذي رحمة الله عليه الدكتور مصطفى جواد. وكنت حتى أكون منصفا، كنت قد استفدت فائدة عظيمة من تحقيقات الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وكان يعجبني من تحقيق أحمد شاكر
وكتابه تحقيقا لكتاب الرسالة للشافعي. بدون مبالغة أني قرأت هذا الكتاب يمكن وبحواشيه يمكن 20 مرة بدون مبالغة. يعني لا أكون مبالغا حينما أقول أني كنت يعني أرى كيف يعلق ومتى يعلق ومتى يسكت ومتى وكيف يتعامل مع النص، متى يعلق ومتى لا يعلق حقيقة في هذه المسألة. ثم اشتغلت بعد ذلك يعني الدراسة. أنا تعينت في كلية الشريعة سنة 1967 وترقيت. وإحنا نظام الترقية عندنا في جامعة بغداد على النظام الإنجليزي، يعني ممكن أن تترقى على الماجستير. تقدمت أبحاثا فتحولت من مدرس مساعد إلى مدرس، وهو ما يعين فيه الدكتوراه. فأصبحت مدرسا سنة 1970، وكان الوالد رحمة الله عليه قد توفي، وأنا رجل كنت أعمل في الزراعة سابقا، ووالدي مزارع إن كان محاميا لكنه لم يشتغل، لا اشتغل موظف ولا اشتغل محامي في حياته، ظل يشتغل في الزراعة. فتحولت أنا إلى الزراعة في سنة 1968 بعد وفاة الوالد. فتعطلت عن الدراسة في القاهرة، كنت قد سجلت مع أستاذي رحمة الله عليه أستاذ الدكتور يحيى الخشاب، وكانت أغرب تسجيل لرسالة في مصر. أغرب أن أذكر لكم إياها لأن هذه من الطرائف في الحياة. سافرنا نحن 3 إلى مصر، وما كنت أدري أن هذول الرفقاء الاثنين كانوا من قيادات حزب البعث في ذلك الوقت، ما أعرف أنا بهم. واحد اسمه شفيق الكمالي كان عضو القيادة القومية، وكان عبد الله سلوم السامرائي عضو قيادة قطرية. وكنا في الطائرة فتلقوهم جماعتهم في مصر، وكثير ذلك الوقت يذهبون قالوا نروح على الدكتور حسن حبشي مشان نسجل عنده دكتوراه. وكان عمي رحمة الله عليه الدكتور ناجي معروف قد كتب لي رسالة إلى الدكتور يحيى الخشاب، إن كان زميله في باريس يوم كانوا طلبة هناك في سنة 1935. عمي الدكتور ناجي سافر إلى باريس سنة 1935 وعاد سنة 1939. قالوا يعني لو يعني لا تسجل هذه الرسالة في الوقت الحاضر، يعني نروح 3 رغم كله كان مجاني في القاهرة في ذلك الوقت، الدراسات كلها كانت مجانية والكتاب أيضا يشرف مجانية مجانا على الطلب. قلت له خلاص أنا أروح. يعني الرسالة كانت تأخذ تسجيل شهر بين موافقات القسم وإلى آخره. فأنا رحت على الدكتور يحيى الخشاب ووجدت له قصر كبير في العباسية، وعلى اليافطة على الباب الدكتورة سهير القلماوي بك. أول مرة أشوفها كلاب ولا فشوات يعني. فدخلنا وأنا شايل وياي رسالتي ماجستير هذه 8 مجلدات شايلها بيدي. قال لي ايش هذه رسالتي الماجستير؟ قال ليش قلب فيها؟ قال ليش ما انتم دكتوره علي؟ ما عندك دكتوراه. قال لي خلاص انت ايش تبي تقرا؟ قلت له الموضوع الفلاني. قال تعال نضع خطه ومر علي غدا صباحا الى الكليه. فرحت علي الصبح الى الكليه، كتب انا الدكتور يحيى الخشاب اوافق على الاشراف على الطالب بشار عوان معروف. ثم كتب تحتها اجتمع قسم اللغات الشرقية بجامعة كلية الآداب بجامعة القاهرة وقرر قبول الطلاب باشرا. قال لي روح جيب التمغات، مجلس الكلية منعقد لا أدخل لك بها. فدخل إلى مجلس الكلية وجاتني الموافقة وأصبحت طالبا في ذلك اليوم. وهذا أغرب شيء كان في الحياة يعني حقيقة. أن واحد في الليل ذهبت إليه وفي الصباح أصبحت طالبا وأخذت تكت الطيارة المجاني، لأن كانوا يعطونا 50% تخفيض للعودة إلى كيف أنا ذهبت إليه وهو مريض على فراش الله. لكنه سبحان زعارة الشباب التي يعني سوء الخلق عند الشباب في ذلك الوقت حقيقة. ظلينا نشتغل نحن في العراق. أنا كنت بدأت بتحقيق كتاب ابن الدبيثي وطلعت بعض الكتب الأخرى في المجمع العلمي العراقي، نشر لنا كتاب مشيخة النعال أنا وعمي الله يرحمه الدكتور ناجي معروف. لكن البداية الحقيقية أنا ذهبت إلى القاهرة لإعادة طبع بعض الكتب عند الحلبي، هذا بابي الحلبي، طبع
طبعت عنده بقية التكملة، يعني المجلد السادس والسابع ثم بعد ذلك الثامن، وطبعت عنده مجلد من تاريخ الإسلام الذهبي على اعتبار نبدأ المشروع. وتبين في ذلك الوقت كانت مصر لا تستطيع أن تصدر الكتب في ذلك الوقت، يعني هذا الكلام سنة 1975 76 77. ثم بدأت عرفت طريق بيروت يعني والعمل والطباعة في بيروت، ما كنا نعرف ذلك يعني، ما عدنا علاقات. وبدأت لأول مرة مع مؤسسة الرسالة وقعنا عقود لتحقيق كتاب تهذيب الكمال في أسماء التجارة. كتاب تهذيب الكمال له قصة في حياتي حقيقة، هذا الكتاب كتاب عمري، كتاب عظيم حقيقة. حين أنهيت المجلد الأول كنت ذهبت إلى واحد من علماء الشام في ذلك الوقت مشهور هذا جدا، وهو أحمد راتب النفاخ رحمة الله عليه، قدمت له المجلد الأول، قلبه قرأ فيه حواشيه وتعليقاته. كنت أنا في هذا الكتاب لا أكتفي بالمقابلة بين النسخ، ولا أكتفي بالإشارة إلى مناجم الكتاب وإلى موارده، يعني إلى مناجمه وموارده في كل مسألة من المسائل والتعقبات على المؤلف، ولكن أضفت إليه كل ما وجدته من أقوال في الجرح والتعديل، معروف هذا موجود إلى الآن في حواشي الكتاب، زيادة على ما ذكره المزي رحمة الله عليه، واستدركت عليه استدراكات كثيرة جدا إلى الآن بعد ظهور الكمبيوترات قل ما فاتني، والحمد لله في ذلك الوقت كانت كلها مخطوطات، يعني بالحبان الثقات ما كان مقبول. لا أسألكم عن السؤالات، سؤالات الدار قطني، سؤالات الحاكم، سؤالات يحيى بن معين، سؤالات الدنيا، كل أشياء لم تكن معروفة في ذلك الوقت. فكنت أعتبر كل ترجمة من التراجم كأنها بحث من الأبحاث حقيقة. وبعد ذلك هذه الثمن آلاف ترجمة التي في كتاب تهذيب الكمال، كما قلت كنت أعد كل ترجمة من هذه التراجم بحثا مستقلا، أتأمله وأدرس كل ما حوله وأخرج مصادره وأخرج أحاديثه وأخرج أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل، ثم أزيد على ما في الترجمة من الكتب الأخرى، وكل شيء منظم ببطاقات منظمة عندي في هذا المجال. حين ذهبت إلى أحمد راتب النفاخ قال لي هذا عمل ممتاز، لكن أنا أبشرك، قال لي أنا والشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه ذهبنا إليه، قال لي لكن أبشرك هذا سيكون مصيره مصير كتاب الأغاني، بدأ به سنة 1927 ولا ينتهي إلى اليوم، لأنه المجلد الأول من تهذيب الكمال كان فيه فقط الأحمدين من حرف الألف، الأحمدين من حرف الألف. قال لي هذا خلاص، هذا سيكون فيه 35-40 مجلد وسوف لا ينتهي. قلت له الله كريم، يعني الله إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. في سنة 1992 أكملت الكتاب الحمد لله، والله أنا بكيت في ذلك الوقت، وكتبت يعني في آخر المجلد 35 ختمة لهذا الكتاب، وعملت وليمة كبيرة لتلاميذي وزملائي وإلى آخره بمناسبة هذه المناسبة العظيمة، إنجاز تهذيب الكمال في أسماء الرجال حقيقة كان من الكتب العظيمة في حياتي، يعني إلى الآن صحيح في بعض الأخطاء الطبيعية، ولكن مع الأسف أن يعني الناشرين لا يعيدون طباعة الكتاب بعد التصحيح، لأنه عندهم بلاكات جاهزة فيعيدون الكتاب ويبغون الربح ولا يبغون العلم. في ذلك الوقت حقيقة تعرفت على الحاج حبيب اللمسي رحمة الله عليه. حاج حبيب اللمسي لم أرى ناشرا في حياتي أكثر صدقا منه ومحبة للكتاب، وهذا الرجل الراهب راهب العلم يعني حقيقة، ما كان يبغي من حياته فلسا واحدا ربحا أبدا. هو بالمناسبة الآن انتقل إلى رحمة الله وأوقف جميع ما يملك في سبيل الله، بما في ذلك مكتبته التي قدرت ب30 مليون دولار، عند مكتبة ليس لها نظير في الدنيا،
ب$30 مليون مكتبته. لا توجد مكتب مجلة صدرت في العالم العربي والإسلامي باللغة العربية وإلا وأعداده عندها كامل بما فيها بعض المجلات التافهة يعني إضافة إلى المجلات العلمية المحكمة. وكان يذهب إلى المعارض هذا الرجل ليشتري الكتب وليس ليبيع الكتب. مرة آخر مرة أنا التقيته في معرض الرياض قبل كان معنا صديق العزيز الأمير التركي معنا وهو كان جالس هناك وشكى لي صاحب الوظائف مصطفى السباعي محمد قال لي حد والله قتلنا اشترى $10,000 كتب. قال لي انا خلص ما انا مريض كتب انا اجي للمعارض ليس لابيع الكتب لاشتري الكتب. حق ولا يدخل في شراكه ثم بعد ذلك دار مات ايضا مفرقه يعني في سبيل الله. ففي ذلك الوقت بدانا انا وياه في العمل على تحقيقات وطبعا الحمد لله تاريخ مدينه السلام بغداد في 17 مجلد. طبعا ايضا كتاب المزي الاخر في حدود الاشراف في 13 مجلدا. طبعا ذي تاريخ مدينه السلام ابن الدبيتي في 5 مجلدات. ثم نشرنا تاريخ الاسلام وفيات المشاهير والاعلام في 33 مجلد وطبعت الاولى في 17 مجلد لكنها مجلدات ضخمه. مجلد كان بين 1200 الى 1300 صفحه ثم طبع طبعة مقسومة يعني في 33 مجلد. وبدأنا بنشر المكتبة الأندلسية فنشرنا منها سمينا سلسلة التراجم الأندلسية نشرنا منها أكثر من 23 مجلد بما فيها ابن الفرضي وابن شكوان وابن الأباط وابن عبد الملك ومستملح للذهبي وجدوة المقتبس الحميدي وكثير من الكتب الأخرى التي يعني قد يفوتني شيء منها. وفي أثناء ذلك كنا ننشر مع الكتب يعني عملنا أنا والشيخ شعيب على سير أعلام النبلاء. وسير أعلام النبلاء له قصة معروفة. كانت جامعة الدول العربية قد ألفت لجنة لإكمال نشره أو لنشره مني ومن الله يرحمه محمود شاكر رحمة الله عليه وحسين نصار وكان قاسم الخطاط في ذلك الوقت هو مدير معهد المخطوطات في العراق وشكري فيصل وآخرين ما أذكر أسماء. وقسمنا المجلدات وإلى آخره وراح السادات إلى وقتها إلى القدس وتلخبطت الدنيا ونقلت جامعة الدول العربية إلى تونس فراح المشروع. ثم وجدنا يعني الشيخ شعيب مهتم بهذا الكتاب فأنا ذهبت بالأجزاء التي كنت قد يعني عهدت لي كنت قد أنجزتها وانجزت 21 و22 و23 والأجزاء الأخيرة قبل ما قبل الأخيرة الحقيقة وكتبت له مقدمة. ثم نشرت فيما بعد السيرة النبوية والسيرة الخلفاء الراشدين أيضا في 3 مجلدات. في أثناء الوقت نشرنا مع القراء الكبار والطبقات والأعصار نشرنا كتاب صلة التكملة وفاة النقلة للحسيني. وفي المدة الأخيرة الحمد لله صدر لنا كتاب التمهيد فيما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 مجلد. وسأتكلم إن شاء الله بعد غد في جامعة الملك سعود على موضوع خطير في عملية التحقيق هو مسألة الإبرازات. لأنه كما هي الكتب في عصرنا هذا لها طبعة أولى وطبعة ثانية وطبعة ثالثة كانت المخطوطات في ذلك الوقت لها إبرازة أولى وإبرازة ثانية وإبرازة ثالثة ربما إبرازات متعددة فكيف ينبغي أن نتعامل مع هذه الإبرازات المتعددة. ونتيجة حقيقة لهذا الجهد الحمد لله بل بدأنا بعمل آخر وهو كتاب المحلى لابن حزم. ابن حزم عفريت من عفاريت الدنيا رجل لا مذهبي وطريف أن كل الكتب المخطوطات
التي عثرت عليها من كتاب المحلى كلها مكتوب عليها على أولها فقه حنبلي. طبعا هذا طبيعي أنا في رأيي، لأن هو لم أرى إنسانا يبجل أحدا تبجيله للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد هو نفسه ابن حزم. الإمام أحمد كان يرى عدم التمذهب في ذلك الوقت، يعني كان يرى ضرورة الأخذ بالكتاب والسنة النبوية، وكان يكره يعني نوع من أنواع التمذهب، حتى كان يكره أن يقرأ كتب الشافعي، يقرأ كتب كذا وإلى آخره. فهو ذلك لم يذكر، وقع بشكل رهيب يعني في مالك وفي الشافعي وفي أبي حنيفة السوري، يعني على رأس القائمة يعني. لكن في الحقيقة رجل يعني واسع الثقافة، حر الفكر، وهو في الحديث يعني لا يلحق شأو ابن عبد البر. والطريف أن ابن عبد البر كان هو يحترم ابن عبد البر، مع كون ابن عبد البر مالكي المذهب، هو يسلكون عليه يعني مع المالكية في حرب مستعرة يعني في هذا، لكن إلا ابن عبد البر، وكان يأخذ منه ويعد كتابه التمهيد من أعظم الكتب المؤلفة في هذا الباب في شرحه، وهذا حق له، لأنه حقيقة أنا الذي اكتشفت عند ابن عبد البر أنه كان رجل حر الفكر، لا يلتزم بالمذهب المالكي التزاما تاما، متى وجد الدليل ما يعارضه ذهب إليه. قيمة تحقيق ابن حزم حقيقة تأتي من أمرين. الأمر الأول أني وقفت على الإبرازة الأخيرة من كتاب ابن حزم. ابن حزم بدأ في بعض الأحيان يعدل العبارات ويشطب بعض العبارات الثقيل شديدة يعني، وسأتكلم عليها بعد غد إن شاء الله في هذا الباب. وموقفه من الجرح والتعديل، موقفه من العلل في الأحاديث النبوية، وهو الحديث عنده لا يوجد، إما يكون حديث صحيح يعمل به أو حديث غير صحيح لا يعمل به، وسط ما عنده. تعرفون أن الفقهاء يأخذون بما يسمى بالحديث الحسن، والحديث الحسن هو حديث لا يعرف له صحيح وله ضعيف، هو بين بين، هو بين بين حقيقة. أنا تعريف إلى الحديث الحسن الذي قال عنه الذهبي أنا في إياس من معرفة ما هو الحسن كما قال في الموقف، لكن أنا عرفت الحسن، قلت هو الحديث الذي لا يعرف هل هو من الصحيح أم هو من الضعيف، لأن هو حديث عند المتأخرين هو حديث الصديق الذي خف ضبطه، فقد يكون عنده مجموعة غير صحيحة ومجموعة صحيحة، لكن الغالب عليه الصحة، ولذلك الفقهاء يأخذون به حينما لا يجدون يعني حديثا في الباب يعينهم في ذلك. المهم المشكلة من شيء ابن حزم في الأغلب العام هو لا يعترف كثيرا بالعلل، يعني تعرفون إخواني أن كتب العلل قائمة على ما يسمى بأخطاء الثقات، العلل الحقيقية، العلل نوعان، علل ظاهرة كأن يكون الراوي ضعيف أو يكون السند منقطع أو يكون السند إلى آخره، تعرفون يعني هذه العلل الظاهرة التي في الأحاديث ضعف الراوي، انقطاع السند، النكارة في الألفاظ إلى آخره، لكن العلل الخفية هي الأصل في علم العلل، وهو ما يقع من الخطأ عند الثقة. رجل سنده ذهب ثقة، مثلا مالك نافع ابن عمر سلسلة الذهب، لكن قد يكون مالك أخطأ في أربعة أو خمس مكانات، مثلا سفيان أخطأ، يعني عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان إلى آخره من كبار العلماء، الجهابذة، شعبة، بن حجاج إلى آخره، يخطئون، كل إنسان يخطئ يعني كما هو معروف يعني. فهو كان لا يعترف بهذه، ولذلك كان التعليق على هذه الأحاديث التي فيها علل خفية كان من أصعب الأمور، والفي الرد عليه، لأنه كان في بعض الأحيان يستدل بها
كأن علماء العلل يقولون أن هذا مثلا الحديث لا يصح موصولا وإنما يصح مرسلا، أو أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا، تشوفون. وذلك حقيقة أنا أأمل إن شاء الله سيظهر. أنا سلمت للمحلى في 20 مجلدا، والمجلد ليس أقل من 600 إلى 700 صفحة، وصار بهذا الحجم من كثرة التعليقات أنا أعتقد أعظم كتاب في حياته، يعني بذلت فيه شيئا من الجهد بعد التهذيب الكمال، هو المحلى بابن حزم. سترون إن شاء الله شيئا يعني يفرح في هذا الباب بعونه تعالى. الآن أيها الأخوة الكرام، أنا أتكلم عن تجربة في تحقيق التراث. عندي عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن التحقيق في حقيقة الأمر هو ينبغي أن يتركز على إخراج النص الصحيح. هذا هو المبدأ الأول. إخراج النص الصحيح يتطلب قواعد معينة، منها المقابلة بين النسخ، إثبات ما كتبه المؤلف، الوصول إلى ما كتبه المؤلف سواء كان خطأ أم صوابا، هذا مهم جدا. لا يحق لنا أن نتسور على المؤلف فنصحح له كما يفعل البعض، هذا من أكبر الأخطاء التي في علم التحقيق في الوقت الحاضر. هذه ناحية. الناحية الأخرى الإشارة إلى مناجم الكتاب، والإشارة إلى مناجم الكتاب بدون مقابلتها بالنص لا قيمة لها. اليوم ترى كثير من الناس يقولون له ترجمة في بلان مكان وبلان مكان وبلان مكان، وإذا به المعلومات التي فيها في الترجمة قد تصحح النص وهو لا يدري حقيقة. رابعا، أن النسخ ليست هي النسخ التي وصلت إلينا، هذه مهمة جدا. النسخ هي ليست النسخ فقط التي وصلت إلينا، وإنما النسخ هي نسخ الناقلين من هذا الكتاب. يعني خلنا نأخذكم مثال، لنفترض تاريخ مدينة السلام الخطيب البغدادي. ابن الجوزي كانت عنده نسخة من هذا الكتاب مسموعة وعليها هو سماعاته، وهو يأخذها عن أبي منصور القزاز مباشرة. السمعاني كان عنده نسخة ابن أبي الفتح معروفة يعني، التي هي تعود إلى أيضا سماع أبي منصور القزاز. المزي كانت عنده نسخة، هي نسخة السميساطية التي لم تصل إلينا، وكان ينقل منها حرفيا. هؤلاء كانت عندهم نسخ، فهذه تعتبر نسخ أخرى عاضلة للنسخ. حينما نقابل النسخ مع بعضها، نقابل الناقد لا سيما أولئك الذين نقلوا بدقة وإتقان عن المؤلف. هذه ناحية. أما التعريف بالتراجم، التعريف بالمواضع، التعليق على التخريج يعني بيان صحة الأحاديث من عدم صحتها، تخريج الشعر إلى آخره، فهذه كلها أنا في رأيي هذه نوافل. يعني عندنا في التحقيق فروض ونوافل كما هو الحال في الصلاة حقيقة. إذا الإنسان كما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، قال: أفلح إن صدق. قاله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، بمعنى أنه إذا الإنسان التزم بهذه الفروض ولا يحاسب يعني على النوافل فيها زيادة أجور. وكذلك التعليقات التي تخدم النص فيها زيادة أجور، ولكنها ليست من التحقيق في الحقيقة، في حقيقة الأمر. هذه ناحية أساسية. في بعض الناس يذكرون الفروق، يعني ينكرون الفروق ويأخذون بالنوافل، هو تراه لا يقابل النسخ مقابلة جيدة، ولا يثبت الصواب، ولا يعتني بإثبات ما قاله المؤلف، ويذهب على يعلق على النص بتعليقات لا لها مبرر ولا لها معنى ولا لها كذا، ويشرح وكأنه يشرح النص شرحا ولا يقرأ النص بشكل ولا يقرأ النص بشكل آخر.
حقيقة يجب أن ينتبه إليه من هذه الناحية. المسألة الأخرى التي يعني جاءت من تجربتي في تحقيق التراث أنه لا ينبغي لأي إنسان أن يحقق نصا من النصوص إلا وأن يكون من المختصين فيه، ولا أقصد التخصص هو الشهادة وإنما هي المعرفة. يعني لا يجوز لغير المؤرخ أن يشتغل كتاب في التاريخ، أن يحقق كتاب في التاريخ، ولا يجوز لغير النحوي أن يحقق كتابا في النحو، ولا يجوز لغير الطبيب أن يحقق كتابا في الطب، ولا يجوز لغير. ولذلك نحن كنا ندعو دائما إلى أن المعاهد التي تؤسس لتحقيق المخطوطات، لتعليم تحقيق المخطوطات، لا علاقة لها بالشهادات. لا، تعطي دبلوم يأخذه الطبيب، يأخذه المهندس، يأخذه الرياضي، يأخذه الفقيه، يأخذه المحدث، يأخذه عالم العربية، كل يشتغل في فنه وفي علمه. ولذلك هذا قضية الاختصار ضرورية جدا، لأنه لا كيف يستطيع أن يعبر، كيف يستطيع أن يعلق على النص، كيف يبين إثارات النص، كيف يستطيع أن يستخرج مناجم النص إذا لم يكن هو من العلماء في هذا النص. هذه ناحية حقيقة مهمة جدا للأخوة المشتغلين في تحقيق التراث. هذه أساس التجربة. ثم أقول وأنهي كلامي في هذا الأمر أن التحقيق أمانة، يعني أمانة حقيقة، أنت بينك وبين النص، لا ثالث بينكما. فالإنسان يبذل كل جهد ربما لتحقيق كلمة، وكما قال الجحر يعني قبل مئين من السنين، ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء 10 ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام. هذا قاله في كتاب الحيوان حقيقة، وافتتح به أظن رحمة الله عليه عبد السلام هارون كتابه في تحقيق النصوص، إذا أنا تقني الذاكرة في ذلك الوقت، كنا قد تعلمناه في ذلك الوقت. هذه أشياء حقيقة مهمة جدا. وأبين أيضا أنه من ضمن الأشياء التي يتعين على الإنسان أن يعنى بها هو تلك الأمانة العلمية التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان الاهتمام كله، وأن يصدر عن خبرة وعيان. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحلة ممتعة للغاية وخطوات جميلة. بدأ شابا يافعا تدرج في كلية الآداب جامعة بغداد، وانتهى به رجلا كهلا عجوزا ماضيا أمامه في شرحه. وهذا حق له، لأنه حقيقة أنا الذي اكتشفت عند ابن عبد البر أنه كان رجل حر الفكر، لا يلتزم بالمذهب المالكي التزاما تاما، متى وجد الدليل ما يعارضه ذهب إليه. قيمة تحقيق ابن حزم حقيقة تأتي من أمرين. الأمر الأول أني وقفت على الإبرازة الأخيرة من كتاب ابن حزم. ابن حزم بدأ في بعض الأحيان يعدل العبارات ويشطب بعض العبارات الثقيل شديدة يعني، وسأتأكلم عليها بعد غد إن شاء الله في هذا الباب. و موقفه من الجرح والتعديل، موقفه من العلل في الأحاديث النبوية، وهو الحديث عنده لا يوجد، إما يكون حديث صحيح يعمل به أو حديث غير صحيح لا يعمل به، وسط ما عنده. تعرفون أن الفقهاء يأخذون بما يسمى بالحديث الحسن، والحديث الحسن هو حديث لا يعرف له صحيح وله ضعيف، هو بين بين
حقيقة. أنا تعريف إلى الحديث الحسن الذي قال عنه الذهبي: أنا في إياس من معرفة ما هو الحسن، كما قال في الموقف. لكن أنا عرفت الحسن، قلت هو الحديث الذي لا يعرف هل هو من الصحيح أم هو من الضعيف، لأن هو حديث عند المتأخرين، هو حديث الصديق الذي خفض الطول، فقد يكون عند مجموعة غير صحيحة ومجموعة صحيحة، لكن الغالب عليه الصحة، ولذلك الفقهاء يأخذون به حينما لا يجدون يعني حديثا في الباب يعينهم في ذلك. المهم، المشكلة بشيء ابن حزم في الأغلب العام هو لا يعترف كثيرا بالعلل. يعني تعرفون إخواني أن كتب العلل قائمة على ما يسمى بأخطاء الثقات، العلل الحقيقية. العلل نوعان: علل ظاهرة، كأن يكون الراوي ضعيف أو يكون السند منقطع أو يكون السند إلى آخره، تعرفون يعني هذه العلل الظاهرة التي في الأحاديث، ضعف الراوي، انقطاع السند، النكارة في الألفاظ إلى آخره. لكن العلل الخفية هي الأصل في علم العلل، وهو ما يقع من الخطأ عند الثقة. رجل سنده ذهب ثقة، مثلا مالك نافع بن عمر سلسلة الذهب، لكن قد يكون مالك أخطأ في 4 أو 5 مكانات، مثلا سفيان أخطأ، يعني عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان إلى آخره من كبار العلماء، الجهابذة، شعبة، بن حجاج إلى آخره، يخطئون. كل إنسان يخطئ يعني كما هو معروف يعني. هو كان لا يعترف بهذه، ولذلك كان التعليق على هذه الأحاديث التي فيها علل خفية كان من أصعب الأمور والتردي عليه، لأنه كان في بعض الأحيان يستدل بها، كأن علماء العلل يقولون أن هذا مثلا الحديث لا يصح موصولا وإنما يصح مرسلا، أو أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا. تشوف شلون؟ وإن ذلك ينتظر الجائزة. أزال شكرا. حقيقة التجربة رائعة، والوقفات الجميلة، والخلاصات التي وصل إليها هي من أجمل ما يمكن أن يتوصل إليه محقق. فداء النص أمانة، نعم هو أمانة، أؤدي عما أدى، وسأل المحقق عما فعل. وداء النصوص ليس عملية سهلة، وليس بابا مفتوحا يرجو من فيه من شاء كيف شاء، وإنما هو المختصين كما ذكر أخي الأستاذ الدكتور بشار عوان معروف، حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية وأمد في عمره ليرى ثمرة ما جنته أو ما قدمه في سبيل الله سبحانه وتعالى خدمة للعلم وأهله وطلابه. ننتقل إلى مؤرخ آخر ليعلق على التاريخ، والتاريخ ميدان هذا اليوم. أدعو الدكتور أمير تركي بن فهد بن عبد الرحمن آل سعود، عميد كلية الأدب جامعة الملك سعود، ليعلق على تجربة الدكتور بشار. يتفضل مشكورا. شكرا دكتور، شكرا على الترقية، خليتني عميد الملك. طبعا يعني أنا استجابة لطلب الدكتور يحيى، وأنا ما أستطيع أقول الدكتور يحيى لا، جلست هنا لكن مكاني أصلا هناك، ما عندي شيء تستفيدوا منه ولا عندي شيء أضيفة، لكن شرف أني أجلس بجانب الدكتور بشار، ولعلنا إن شاء الله نأخذ من بركته. هناك نقطة لا شك أنها الجميع متفق عليها، وهي عمل محقق الرئيس والأساسي والذي يحاسب عليه هو ضبط النص في أقرب صورة ممكنة إلى أصل المؤلف، هذه لا يختلف فيها أحد. لكن كأنه هذه الأيام أصبح هناك تنفير عن الاستدراكات، مع اتفاقنا أنه الأصل لابد أنه يتم، الفرض مثل ما سماها أستاذنا الدكتور لابد أنه يتم، هذه منتهي منها. لكن كأنه أصبح هناك تنفير عن الإضاءة، مدام الأصل المهمة الرئيسية تمت، فما المانع أن تكون هناك إضافات وهي في النهاية تخدم النص؟
الدكتور أشار إن أنه كتاب عمره تهذيب الكمال، وانظروا تهذيب الكمال في استدراكات، في تعليقات، في هي تخدم النص، وتنفير هذه الأيام كأنه زاد يا دكتور، نسمعه كثيرا لا تعلق. لعل الدكتور ننجح في أننا نأخذ من الدكتور دعم لهذا الاتجاه، وأكيد أنا متأثر بشيخ عبد الرحمن العثيمين رحمه الله، وهو معروف يضع كتاب كامل في حواشي الكتاب الأصلي. وأشكر الدكتور يحيى على الدعوة، وأشكر الدكتور بشار على الفائدة الجليلة، وأشكركم كذلك، وأشكر الدكتور تركي، سمعت به كثيرا وكنت أتمنى لقاء، وببركات الدكتور يحيى أني شفته اليوم. اسمح لي. لا لا شك أنا متفق الاتفاق التام مع وكله، وفي كل جميع تحقيقاتي أقول أن المؤلف هو أقدر الناس على فهم النص، ولذلك هو من أقدر الناس على التعقب على النص وبيان فوائد النص، لكن هذا فوائد للمستفيد، يعني هذا هو كلما استطاع المؤلف أن المحقق أن يضيف إلى النص فائدة تجليه أو تبين خطأه أو تبين صوابه أو تستدرك عليه ما فاته، فهذا من الأشياء المتفق عليها، لكنها في الوقت نفسه ليست كما تفضلنا من فروض التحقيق الأساسية التي تؤدي إلى إخراج النص الصحيح وله قواعد معينة المعروفة. أنا خوفي يعني من كلامي السابق، خوفي من أنه تترك الأصول ويهتم بالفروع، هذا هو وإلا فترون يعني أنا تكلمت قبل قليل على المحلى، وأنا يعني يشرفني أن أكمل بعد صديقي العزيز العلامة الشيخ عبد الرحمن بعثيمين كتاب المختفي، أنا والأمير التركي حقيقة قائمون الآن على إكمال تحقيق هذا الكتاب. الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه، وأنا ذهبت إلى القصيم وزرته وقرأت الفاتحة على قبره، وزرت مكتبته وأخذت، أرسل لي الأخ كان هو الدكتور يحيى حقيقة، عفوا وهو الدكتور تركي، كان وصلوا إلى سنة 89. تاريخ أبي شامة، المكتفي لتاريخ أبي شامة يبدأ من مولد البرزالي، وهي سنة وفاة أبي شامة المقدسي سنة 665، وينتهي إلى سنة 37، لكن مع الأسف الذي وصل إلينا من الكتاب إلى سنة 720 في مجلدين. كان الشيخ قد وصل فيه إلى سنة 689، فبقيت 21 سنة من الكتاب، وكان صحح المجلد الأول منه، وربما لم يصحح المجلد الثاني منه، وكان يلزم نفسه بأن يضبط النص ضبطا كاملا، وإن كنا هذا يعني لا نراه ضروريا جدا حقيقة، لأنه يؤدي إلى كثير من المشاكل في قضية التحقيق، يعني إلا في بعض المواضع التي تحتاج إلى مثل هذا الضبط. فنحن قائمون الآن أنا والدكتور إن شاء الله سمو الأمير يعني على إن شاء الله إنجازه، وخلال أظن خلال الشهرين القادمين أو 3 أشهر القادمة سيكون الكتاب جاهزا كله في حدود 4 مجلدات عدا الفهارس التي نأمل أن تكون واسعة في هذا الباب، هو كتاب عظيم حقيقة، هو المصدر الرئيس لكل من أرخ هذه الفترة، الذهبي، ابن الجزري، ابن كثير،
ابن كثير اصلا قال الى هنا انتهى كتاب البرزالي، حتى الناس ظنوا ان هذا كتاب البرزالي، الى هنا انتهى كتاب البرزالي ووقف عنده. ويعني لنا فكره في المستقبل ان شاء الله اذا ما لم نعثر على هذه المده من سنه 721 الى 737. بالمناسبه انا واحد من تلاميذي اشتغل الذيل على يدي وهو كتاب الوفيات لابن رافع السلامي، وطبع في مجلدين باشرافي، كان واحد من طلبه المعاهد يعني. ففي فكره عندنا ان شاء الله انا سمو الامير انه ان شاء الله ربما حين الانتهاء وتكون لنا فرصه في ان نجمع النصوص، نصوص البرزالي. والحقيقه اكثر من عني بهذه النصوص هو شمس الدين الجزائري، متوفى في نفس في السنه التي توفي فيها البرزالي وهي سنه 739. وحتى كان يقول اني اذكر هذه التراجم منقوله من كتاب المختفي لتاريخ ابي شامه للبرزالي حتى لا يضيع تعبه، هكذا يعبر عنه. وعندنا نسخه موجوده في اسطنبول فيها من سنه 24 الى سنه 36، وهذه ستعيننا اعانه كافيه. وانا عندي من كتاب البرزالي كنت قد نسخته بخطي في باريس سنه 1965، كنت نسخته بخطي القسم الموجود في المكتبة الوطنية في باريس الذي يمتد من سنة 688 إلى سنة 700 تقريبا 699 وهي مجلدين يعني، ونحيل عليها الآن في هذا التحقيق. ولذلك نحن أعدنا مقابلة مع كتبه الشيخ رحمة الله عليه، لأنه دائما أنا أقول بصراحة أن المقابلة وكما كنا نفعل نحن في السابقة في أيام الشباب لا ينبغي أن تكون لواحد لوحده، لا بد لك من مقابل، لا بد لك واحد يمسك النص وواحد آخر يقابل، لأنه مهما كنت دقيقا لا بد أن يفوتك الحياة طاقة البشر. ورحمة الله عليه والله ما فاته إلا النزر اليسير جدا رحمة الله عليه الشيخ عبد. هو راجع بعض الكتاب لكن مدد رحمه الله ولم يكمل، لم يكمل المراجعة هذا القسم الثاني. نحن يعني إكراما له ونذكر ذلك باسمه كما هذا، ونحن يعني إن لم نكن من زملائه فنحن من طلابه حقيقة، نحن نحبه ونقدره. وهو كان رجل يثني علينا جزاه الله ألف خير، حتى كان يقول للأخ صديقي العزيز الدكتور تركي يقول له إذا وجدت في مكتبتك كتابا ووجدت آخر تحقيق فلان الفلاني فارمي هذا الكتاب وخذ هذه النسخة، هكذا كان يقول له. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وهو على عيني والرأس حقيقة. أنا في علم التراجم قلما وجدت في المملكة العربية السعودية من يحسن كتابة التراجم وتضبيطها ومعرفة العوائل. شوفوا هذا ما هو سهل، وكان يأتي إلى العائلة الواحدة يذكر لك عمه وخاله وأخوه وابنه وإلى آخره، يعطيك عائلة كاملة، عائلة علمية، عوائل علمية معروفة، عوائل شامية، عوائل مصرية، عوائل عراقية معروفة يعني، عوائل الجزيرة، عوائل مكية، عوائل مدنية معروفة يعرفها هو، فيعطيك انه فلان تقدم ترجمته، ستاتي ترجمته، عمه فلان، خاله فلان، الى اخره، بنت فلان الفلانيه الى اخره، وهذا نادر ان تجده عند الا من يحسن هذا العلم رحمه الله عليه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله في الشهداء. ختاما عرف بالاسم ثم علق. دكتور حسن البشاري جامعة صنعاء حياك الله. دكتور حقيقة اليوم في غاية السعادة للتعرف على علم من أعلام
الأمة الكبار الذين خدموا التراث خدمة جلة الأستاذ الدكتور باعوض. وسعيد لأني سمعت تجربته الثرية الغنية المباركة في تحقيق تراث الأمة. طبعا الدكتور بشار يعني له إنتاج غزير ضخم جدا، ولا شك أنه وراء هذا الإنتاج الغزير سر في تنظيم الوقت في الطلاع في. فهل يتفضل علينا بأن يكشف لنا هذا السر؟ شكرا. وأنا أخذت على نفسي حياتي كلها، أنا منظم في الوقت حقيقة. أولا أنا لست موظفا، يعني كنت حياتي كلها مزارعا، أنا أعيش من الزراعة. والدي رحمة الله عليه عواد معروف كان خريج كلية الحقوق، ولم يشتغل لا موظف ولا صار محاميا. مرة مسك دعوة وفشل فيها وقال بعد بروح ولا أدخل المحاكم، لأنه طلبوا من عنده رشوة. الله يرحمه الوالد في اليوم عنده كانت دعوة ودخل إلى مركز الشرطة، وهذا يعني نزل مختار المنطقة قال إيش فيك أبو فراس، أخي الكبير فراس رحمة الله عليه، قال إيش فيك أبو فراس؟ قال له والله دعوة عندي. قال تجيب دينارين بس أنا بحكي فيها. قال راح فاتيم هذا المفوض مقامس دينار، فاتيم هذا المختار ربع دينار، فاتيم هذا. قال عشان تخلص الدعوة خلال خمس دقائق جيت بعد التوبة لا أدخل ولا أدخل. فكان مزارع، أنا مزارع، وأنا اشتغلت، أنا تحملت في حياتي من جهدي ما لا أريد أن أتحدث عنه. أنا عمري 16 سنة وأنا سائق بالدوزر، أنا سائق بالدوزر. كان الوالد رحمة الله عليه لما نبدأ عندنا تعطل وحدة من الدوزرات نفتحها، مثلا نريد ننزل لها رنجات نفتح الانجن كله، يعني نبدا لازم المغرب لازم الفجر خلصان، لازم الفجر الله يشتغل، كان الفجر لازم خلصان، لانه ما كان الا حتى تطلع الماكينه الى العمل من فجر اليوم الثاني. وكنت انا يعني في ذلك الوقت سايق واحده من هذه الجزر اشتغل فيها، وبقيت على هذا المنوال وأنا أستاذ في الجامعة. عندي شفلات، عندي بلدوزرات، عندي تراكترات، وأنا مزارع. زرعت بستانا بالمغارسة، بعملية المغارسة، يعني أنا كنت فلاحا فيها وليس مالكا. واحد أعطاني أرض وأنا غرست فيها الأشجار على مذهب المالكية، لنا نصف الأرض والشجر، ليس على مذهب الحنابلة، الحنابلة ما يقولون. وذلك خليت ابني الدكتور محمد كتب رسالة دكتوراه عن المغارسة وتطبيقاتها المعاصرة، الفقه الإسلامي، ابني محمد متخصص في الفقه الإسلامي، ومقارنة بالقانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني. المهم لما كنت أشتغل أقرأ فيما بعد، أنا أصبت في سنة 1959 أصبت في المناسبة، أنا جيت للرياض في سنة 1954، دخلت الرياض في بعد وفاة الملك سعود طيب الله عزيز. عبد العزيز بسنة واحدة، أول سنة في حج سنة أظن 74 74. إحنا جينا بالسيارات بدون جوازات سفر، بدون جوازات سفر، قافلة كاملة في سيارات باص من الخشب، ودخلنا من قرية كانت فيها يمكن 6 بيوت أو 7 بيوت وفيها حوض ترد منه الإبل اسمها رفحة على الحدود العراقية. دخلنا فيها وظلنا فيها 4 أيام، وبدأوا بعض الحجاج قطية يبكون أنهم لا يسمحوا لهم يدخلون إلى الحج يعني. ثم جاء الأمر الملكي قال لهم خلي يدخلون العراقيين كلهم بدون جوازات سفر. كان أذكر أن واحد يدخل على الدوسة، على دوسة الباص، ونحن يقولون فوتوا من هنا فوتوا من هنا، وهذه
وانا الرملية عبرناها واحد اسمه اتذكر كراع الغميم، واحد اسمه عبد المغرور رجل مغرور، هذه كانت من صعبة، سيارات كلها تغرز فيها ويحطون تحتها الخشب وإلى آخره. فدخلت الرياض وليس فيها إلا شارع واحد مزفت، أنا أذكرها جيدا، والملك بيته من اللبن، حتى أن الأمير التركي مرة الماضية قال تعال مشي أشوفك البيت الذي رأيته بسنة 1954 في ذلك الوقت. والطريف أنه كان خال والدتي قائدا في الجيش العثماني يوم جاء إلى الدرعية وإلى آخره، فأخذ فسائل نخيل من الدرعية وغرسها عندنا في الأعظمية في بستان إلى الآن تسمى الدرعية. عندنا قطعة بستان صغيرة في الأعظمية ملك لنا تسمى الدرعية، يسميها هو الدرعية لأن هو أخذ الفسائل من الدرعية وحملها على الجمال في ذلك الوقت إلى بغداد وزرعها هناك، لأن هذه مباركة من أرض يعني الجزيرة العربية هنا. فلنا يعني في ذلك الوقت سبحان الله. فجوابا على السؤال يا سيدي، يوم كان الوالد وأنا في كلية الآداب أقرأ، قلت له يا أبا مني أؤذن الفجر أنت أو تصحيني حتى أكمل القراءة، كان عندنا امتحانات. فطلع علي الوالد دي صحيني، قالني أنا بعدني أقرأ يعني أدرس يعني ما نمت الليل. قال لي ها شو تجيب شو ما نمت؟ قلت له لا والله بعد ما خلصت بعد ما نمت أنا. قال لي ليش؟ قلت له هو هذا أحسن، لو ذاك السموم والحر والموت تعرفون في بغداد درجة الحرارة في الظل كانت 50 في بعض الأحيان تكون في ذلك الوقت، ونحن في ذلك الوقت ندوس على البيدر في أيام دياسة الطعام في التراكتر، ويأتينا هذا السفر نسميه السفر يفوت في هذا. والله لما أنزل من التراكتر لا تعرف رأسي من عيني من وجهي إلى آخره، أوقف أمام عندنا حماصة كابسة أنا نغسل فيها الراديتر تبعت التراكتر، أقول له قبل ما تغسل الراديتر تغسلني إليه من فوق إلى جوا، هذا السكر عندي يغسلني من فوق إلى جوا. فيا سيدي الكريم أنا الآن وأنا في الثمانين، أنا مواليد 1359 ونحن الآن 1439، أنا في أول غرة شعبان 1359، أقعد الساعة 5 صباحا أصلي الصباح وأعمل فطوري أفطر أقرأ شوية جريدة، ساعة 6 أبدأ بالعمل أبدأ أكتب إلى ساعة 12، ثم يعني أخذ استراحة لمدة ساعة ونص إلى ساعتين وأبدأ إلى ساعة 6. والله قديما كنت أكثر من ذلك، كنت أبدأ إلى نصف الليل يعني. الآن أنا أنام الآن بثمانية ونص بثمانية بتسعة نايم أنا أنام حتى. فهذا يوم إلا يوم الجمعة أشتغل من الصباح إلى صلاة الظهر، حينما سيح الله أكبر أروح أنا أجد وحدها يجون أولادي وبناتي عندي في البيت، يعني نعمل عادة نلتقي في كل جمعة يعني يأتون عندنا. الباقي الوحيد اللي ما أشتغل فيه بعد الظهر هو يوم الجمعة، أما الباقي كله. فالناس يسألون كيف أنت أشتغل بكتب؟ هو الإنسان اللي يشتغل يومي 10 ساعات ما يقدر يكتب له يعني 10-12 صفحة 14 صفحة بسهولة، بس لا تنقطع. والله ما أذكر أني انقطعت يوم من الأيام، والله في كانت الطائرات تدك بغداد في سنة 2003، والله تدك بغداد وأنا في الجزء الأخير، أنا واحد من تلاميذي نقابل المطبوع من تاريخ الإسلام الجزء الأخير، والله وما عندنا مكان، كهرباء ما في، قطعت الكهرباء وقطع كل شيء، وأنا قلت لك نطلع بالحديقة، قال عمي هو يسحي عمي، قال عمي الدكتور هذا تروح تجينا قنبلة، قلت له خلاص يعني خلاص خلينا نخلص، والقنابل تشتغل وأنا أقابل بين في هذا. حتى انتهت الامور اخذت الكتب وديتها الى الحاج حبيب رحمه الله عليه ليطبعها في 2003. فهذا يا سيدي الكلام الى اليوم، هذا انا اخذت على نفسي انه ما اقوم من الطاوله الا ان انجز منزله يعني 16 صفحه تحقيقا يعني. مرات الله يسر شويه الموضوع يصير سهل انسن 20 صفحه
18 صفحه، اقول والله خمره لغد، بكره ما استطيع يعني ان انجز ال 16 صفحه، فهذه خمره لغد، والله يسر اليوم غد يمكن هم اسوي 18، يصير عندي خمره اربع صفحات زياده، خمس صفحات زياده. ولذلك حينما ينتهي الشهر انا اكون عامل يعني بين 400 450 480 صفحه. هذا هو طبيعي يعني، هذا طبيعي. فلماذا يستكثرون على الانسان؟ يقولون كيف حقق تهذيب الكمال؟ هذول تلاميذ العمل الاولى مدري ايش من الكلام هذا الفاسد. ولكن تهذيب الكمال كيف الفه المزي حتى لا يستطيع ان يحققه واحد؟ والله هذا انا كل ما افكر بالمزي كيف الف تهذيب الكمال انجل، يعني اقول هذا انه يعني عقله كمبيوتر، لانه بالحقيقه لو تتبعنا قيمة الرموز التي وضعها فوق الأسماء وتقابلها يطلع عندك بالأقل فد مليون أو أكثر من مليون طريق لازم هو في ذهنه حقه. اللهم صل على محمد. أي شيء كلام هذا. طيب. فواحد يستكثر على المؤلف لا يستكثر على المحقق. خلينا نسمع أخوي من عنده أسئلة أخرى. طيب. أنا قطعت الدكتور. السلام عليكم. حسن الشهري. أنا تخصصي غير هذا البحر اللي أنتم تخوضون فيه وأتشرف بالوقوف أمام هذا العلم. سؤالي بروفيسور، بعد هذا الجهد العظيم وفي ظل تحولات عالية في كل الأحوال في المنطقة ومنها العولمة، هل صنعتم جيل جديد يحافظ على هذا التراث العظيم؟ شكرا. بارك الله بك. أنا أفخر حقيقة أنه عندي تلاميذ نجوم حقيقة، منهم في العراق بصفة خاصة، ومنهم من هاجروا، ومنهم من استشهدوا. يعني أنا آخر كتاب يعني ألفته في تحقيق النصوص، متحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين في قضية مهمة جدا، وهو قضية تصحيح أنه في بعض الأحيان يتسورون على الكتب فيصححونها على المؤلفين، وأهديته إلى ثلاثة من تلامذتي الذين استشهدوا يعني في مقاومة الإيرانيين، أحسن ما أقول من الأمريكان راحوا من زمان، بس البلوى التي الله ابتلانا بها هي هذا البلاء الأعظم، وهو أشد خطرا من اليهود والنصارى، وهو إيران. إيران لها أطماع معروفة في العراق، يعني استولت على العراق الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى. فاستشهدوا ثلاثة من عندهم، وعندي الآن تلامذة جيدين في الأردن. أنا أيضا عملت شوية تلامذة، عندي ثلاثة يعني يسيرون على الخط الذي نسير عليه. لكن يبقى يا أخي كل إنسان حسب جهده وتحمله وصبره. يعني إحنا ما عاد نرى لذة، ما عاد نرى لذة في الحياة إلا التحقيق والكتابة. هذه لذتنا في الحياة. أنا أقول شيء للأخ حسن، أخي الكريم، المحققون الكبار تراثهم مدرسة، ومنهجهم أيضا مدرسة، سمات هذه المدرسة العمل الذي يعملون والمنهج الذي ساروا عليه. فسواء تلقى الدكتور بشار مباشرة أو تلقى عن كتبه، ستستمر المدرسة بماذا؟ بوجود هذا المنهج ما دام أنها أن الأعمال مشهورة. والله ولي الدين. هذا السؤال الثالث. انتهت الأسئلة والدكتور ما قصر. أولاً شكر طبعاً لأخي وزميلي وصديقي العمر كله، وإن شاء الله أن يسلمك دكتور يحيى وللمركز ولحضوركم حقيقة وما أديتم به، وأنا شخصيا سبقت يعني كثير من الأشياء، وما هو سبب لأنها تراكمت علما لأني كنت أجهل الحقيقة. أنا لست لي بالمخطوطات ولا بالتحقيق، أنا بحياتي حققت كتابا ولا حقيقة، ثم عقد واحد ذلك فحق لأنه ليس بصبر عليه، لأني كاتب رواية أو نقد وكذا وأشياء، يعني كيف تأتي بهذه يعني. لكني على هذه التجربة الطويلة
البكتيرية التي استفدنا منها جميعا واستفاد منها غيرها، هل فكرت في يوم من الأيام أن تكتب السيرة الذاتية لهذا المشروع؟ شوف، السيرة الذاتية العلمية مكتوبة، يعني وفي واحد أخذ وكالة الدكتوراه يعني في جامعة الأنبار ب 750 صفحة، كتب فلان بشار عواد معروف جهوده في كتابة التاريخ تحقيقا وتأليفا. يعني أنا توجهي حقيقة كثير كان في المدة الأخيرة إلى الحديث النبوي الشريف كما هو معروف، وآخر ما صدر لنا هو كتاب المسند المصنف المعلل في 41 مجلد، معروف يعني هذا المسند المصنف المعلل كتاب حياتنا، يعني قضينا فيه أكثر من 30 سنة ونحن نعمل فيه حقيقة، أنا ومجموعة من تلامذتنا النجباء حقيقة. هذا ذكرنا فيه ما جاء في الكتب الأساسية، في الكتب الستة، مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن مالك إلى آخره، يعني من الكتب، مجموعة الكتب الأولى كلها موجودة في هذا الكتاب مرتبة ترتيبا حول كيف تتكون الأنهار، كيف يتكون النهر، يتكون النهر من جداول تصب فيه إلى الأخير، وبينا كل حديث فيه ما قال فيه العلماء السابقون الأولون الناقدون الأولون من أقوال فجرت في العلل الخفية بصفة خاصة مع خلف كل حديث من الأحاديث، فسميناه المسند لأنه مرتب على مسانيد الصحابة، كل صحابي ذكرنا حديثه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا على أبواب الفقه، فهو مسند ثم مصنف، المصنف المقصود به يعني مصنف على أبواب الفقه من الطهارة الإيمان ثم الطهارة في الصلاة إلى آخره، ثم هو معلل يعني من بيان العلل المعروف فيه معروف، وكان قد سبقه المسند الجامع، وكنت حققت كتاب الترمذي وكتاب ابن ماجه وكتاب موطأ مالك وروايتين إلى آخره، كثير من كتب تاريخ منية السلام أنا مشتغل عليه 5000 حديث فيه كلها معلل، لأنه كان هو يأتي بالأحاديث الغرائب كما يقولون ومنجم للغرائب، فكلها بحمد الله تكلمنا عليها بما وفق الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالكتب الأخرى، وهو موطأ ويعني التمهيد وكذلك المحلى لابن حزم، الآن نعمل يعني إضافة إلى كتاب المختفي أنا أشتغل على كشف الظنون إن شاء الله، لأن هذا حد خليفة فيه من الأخطاء ما لا يمكن أن يتصوره العقل، مليء يعني كأنك تسير في الكتاب الوحيد الذي لم أستطع فيه أن أنجز في اليوم أكثر من نصف من زمه هو هذا الكتاب، يعني مع كل الكبرة التي صارت عندي خلال 60 سنة أخرى كنت يا دوب أستطيع أشتغل في اليوم الواحد صفحة واحدة من الكتاب، صفحة يعني عمودين، هو بي عمود عمودين يكونان بالنتيجة مع التعليقات نصف من زمه بالمناسبة، يعني 16-18 صفحات الصفحة الواحدة تتكون 8 صفحات من كثرة الأخطاء التي في هذا الكتاب، وأنا عندي بحمد الله الآن كل الكتاب بخط المؤلف، يعني هذه النسخ كلها التي طبع عليه الكتاب وغيرها عندي الآن كلها بخط المؤلف سيكون، وعندنا مشروع أيضا إن شاء الله هو كتاب الاستذكار لابن عبد البر تكملة لهذا إن شاء الله إذا الله يسر بقية بارك الله فيكم كتابا أسفل السلام بسم الله أنا محمد الحميد أشتغل بالترجمة بعد أسألك يا أستاذ هل في تشابه بين الترجمة بين تحقيق الصغار نقل النصوص والتحليق من التحليق ولو بسيط تشابه يعني ايش مقصود ترجمة ليش يعني ترجمة من الكتب نعم اللغة لا لغة احنا نستعمل الترجمة نعم والله ايضا شوف الترجمة نفس الشكل
يعني المترجم إن لم يكن مختصا في العلم الذي يترجمه لا يستطيع أن يقدم نصا صحيحا. وذلك أنا أذكر لكم كتابين ترجما في التاريخ عندنا، وهو كتاب بلهاوزن ترجمه أولا يوسف العيش، وترجمه عن الإنجليزية طبعا. ويوسف العيش ما كان مؤرخا، وذلك كانت ترجمته كثير منها هي من الذكاء يعني. هو في الألمانية معروف يعني داس أرابيشن لتراتور ونزاين شتولز، اللي هو الدولة العربية وسقوطها. ولما ترجم أبو ريدة كانت ترجمة ممتازة وراقية حقيقة، لأنه ترجمه من الألمانية وهو كان مختصا في مثل هذه الأمور، يعني هو يعرف. لم يكن الإنسان مختص في العلم الذي يترجم، بل لذلك ترى الترجمات في بعض الأحيان لما يترجمها غير المختص تكون مشوهة، لأنه لا يفهم المصطلحات التي يستعملها واللغة التي يستعملها صاحب التأليف في ذلك الوقت. فالفقيه يترجم الفقه، والمحدث يترجم الأحاديث، وكذلك المؤرخ يترجم كتب التاريخ. مو فقط المؤرخ، يعني المؤرخ الذي مختص بالتاريخ الأموي هو الذي يترجم الأموي، ويترجم مختص بالتاريخ المملوكي هو الذي يترجم هذا كما شاهدنا ذلك. فهذه نفس الشكل حقيقة. ولذلك أنا كنت أتونس في بعض الأحيان لما يكون مترجم على طبقة راقية، يعني لازلت أذكر من التراجم الراقية في حياتي التي كنت، هو كتاب جوستاف لوبون لما ترجمه الله يرحمه زعتر، هذا زعتر كأن أكرم زعتر عادل أخو أكرم، أي أكرم كان زميلنا في مؤسسة آل البيت الملكية الدكتور يحيى، أنا وياه أعضاء فيها. نعم، كان صديق لعمي الله يرحمه الدكتور ناجي، كان أول من أسسوا نادي المثنى في الثلاثينات من القرن الماضي. نعم، رحمة الله يعني. نعم. ختاما أشكر الأستاذ الدكتور بشار عبد المعروف على هذا اللقاء الطيب المبارك، وعلى هذا الجهد الذي قدمه في تجربة طويلة، وعلى إجابة على الأسئلة. وأختم بالشكر للدكتور تركي بن سعود، و أختم بالشكر مركز البحوث والتواصل المعرفي والرسالة الدولية للأستاذ الدكتور يحيى بن محمود كريم، وإلى مديره التنفيذي الدكتور عبد الكويتي، ولكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.